ندوة صحفية بعد الحوار والمشاورات بين الوسطاء والكبارات، توصلنا لما هو آت. أخي ولا رفيقي المواطن، ما نعرفش أنت فاطن ولا مكش فاطن، اللي الأزمة محسوب وفات. وعلى رأي المرحوم صالح الخميسي، جميع الحروبات وفات إلا الحرب اللي يخوضها الإتي. هاي 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 إلا الحرب اللي يخوضها الإتي. على كل، أخي المواطن ولا رفيقي المواطن، من جانبك تنقص من الاعتصامات، وإذا لزم تحتج على الاحتجاجات، تعمل إضراب على الإضرابات، وطف تهبط على راسك الإنجازات والاستثمارات، ورات العين ومرات تولي تونس كالإمارات. يا قصور يا جسور، وربي سهل على الدستور، يا ناطحات يا عمارات، وربي يجبر على اللي فات. المطلوب شوية صبر، شوية عزيمة، شوية ثبات. وابريتو، شنية مواطن جاع وشنية مواطن مات؟ على كل، أيتها المواطنون، أيها المواطنات، ما تعرفوش حجم الصفقات شنية التضحيات، وهات من هاك اللاوي هات.